نعم، وضعت مديرية المرور العامة بتوجيه السيد وزير الداخلية المحترم وإشراف السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم ومتابعة من قبل مدير المرور، مرورية متكاملة للتخفيف من الزخم المروري، كذلك التخفيف من الحوادث المرورية، وهي بتكثيف الدوريات والمفارز على الخطوط السريعة. كل مسافة تكون مفرزة مرورية للتقليل من سرعة المركبات والمحاسبة على المخالفات المتنوعة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية. كذلك تم التنويه من خلال وسائل الإعلام بتكثيف الجهد الإعلامي، تكثيف التوعية الإعلامية، نشر مقاطع فيديو لتوعية الزائرين والمواطنين من خلال استثمار مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات الأخوية مع وسائل الإعلام كافة. كذلك توجيه عبر إذاعة العتبة المقدسة والتنسيق مع القطاعات الماسكة للأرض للتخفيف من أضرار الحوادث المرور. أكيد وضعت مديرية المرور خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور أثناء زيارة الإمام الحسين، تتلخص بتعزيز مديرية مرور محافظة كربلاء بالدوريات والأشخاص والدراجات من المحافظات القريبة، مثلا محافظة الأنبار، ديخار، الديوانية، واسط، ديالة، كركوك. هذه الخطة لا توجد فيها قطوعات، لكن يوجد هنالك تحويد في مسار سير المركبات، حرصا من مديرية المرور على انسيابية حركة السير والمرور، كذلك على أرواح المواطنين. الطرق اللي يمنع قسم من الطرق اللي انشملت بها الزيارة سيرا على الأقدام لحصير الطريق الأيمن هو مقطوع للزائرين، أما الطريق الأيسر والمسار الآخر راح ينشطر شطرين ذهابا وإيابا. والله كلمة للسائقين نقول لا روحك ولا روح المواطن ببلاش، حافظ على روحك وروح اللي وياك، لأن خطية الناس تصعد وياك بالسيارة برقبتك. إذا تمشي بهدوء وتحترم القانون وتحترم الناس وتحترم هاي الزيارة وشعائرها، فامشي عدل وامشي على كيفك على مدى السبب لنا حوادث. الاجتياز من جهة اليمين، السياقة بتهور ورعونة، السياقة بسرعة شديدة، السياقة عكس السير، هاي تسبب حوادث. بالإضافة إلى أنه قسم من المركبات لا تحمل شروط المتانة والأمان، كذلك قسم من الشوارع بها طشات وبها حفار وأضوية بالليل ماكو، فأكيد هاي شو تسوي؟ هاي تسوي حوادث مرورية. والله يشفينا ويشفيكم شر الحوادث.